راديو نيل. طب نقطة التحول تمت ازاي؟ لانه برضو الواحد لما بيقرر انه يعمل كارير شيفت انت محتاج تكون عارف ناس على الاقل في الدايرة بتاعت المزيكا دي عشان تعرف. ما كنتش عارف ناس يعني فجأة، يعني حسيت ان انا لو انا استمريت بالطريقة دي عمري ما هكتشف، عمري ما هجرب الموضوع. فعشان ابتدي في المزيكا كان لازم ان انا اوقف وابتدي اروح في الاتجاه التاني، لازم ادرس، لازم ابتدي ابني اللي هو بيسموه بنية تحتية للمزيكا بتاعتي، اللي هو عن طريق ان انا اجيب اجهزة وكمبيوترز ومش عارف ايه عشان اقدر الف عليها يعني. وده اللي حصل. وبعد كده كان في بروجكت بالصدفة، يعني ابتديت اصلا في مجال الغنى، يعني بروجكت كان مغني جديد طالع ومع شركة من الشركات الكبار، وابتديت في البروجكت ده، فابتديت انمي السكيلز بتاعتي في المجال يعني. يعني كان حاجه، يعني كان بروجكت حقيقي يعني، وسجلنا في استوديوز وعملنا حاجات كتيره جدا. فده خلاني اكتسب خبره كبيره قوي في مع نفسي ومع الموضوع، ان انا اشوف انا قدراتي ايه كموسيقيه يعني. بس وبعد كده حصل شيفت تاني، ان انا رحت اشتغلت في شركة بتستورد اجهزة مونتاج اللي هي الجديدة، اللي كل الناس بتستعملها دلوقتي، اللي هي المونتاج النون لينير على الكمبيوتر يعني. وتعلمت، كنت من اوائل الناس في مصر اللي تعلمت المونتاج بالطريقة دي. وحصل بعد كده انا رحت يعني البي بي سي كانت عايزه ناس مونترين يشتغلوا على الاجهزه دي. فانا رحت البي بي سي في لندن واشتغلت هناك اربع سنين كمونتير. فابتدى بحس قدامي ان في حاجه عماله تتبني، يعني مزيكا وبعدين مونتاج ودخول جوه فيلد معين. فابتدت بس وقت المونتاج انت كده بعدت عن المزيكا؟ لا، كان لسه موجود يعني، كان لسه بس بشكل مش مكثف زي ما كنت متخيل في الاول، لان ما لقيتش يعني المشروع اللي انا كنت فيه ده ما طلعش للنور وما حصلش نصيب فيه يعني. فبالتالي كان لازم الاقي حاجه اشتغل فيها، فحاجه برضو فنيه عجبتني جدا، موضوع المونتاج والكلام ده. ولما رحت انجلترا اتفتحت قدامي بقى افاق جديدة جدا في انجلترا، يعني لندن بالذات انت يعني مسرح وسينما ومكتبات وكل حاجة في الدنيا بتتفتح قدامك يعني. وابتدت تشكل عندي فكرة ان انا عايز ابقى بألف موسيقى تصويرية ساعتها يعني.